فريد الله يرحمه ترك لكل واحد فينا الأوراق تبع عيلته الأصلية، كل المعلومات اللي قدر يلمها خلالكن ياها معي. ليش ما حدا جاب هيك سيرة؟ ليش هو ما قلي عليها؟ لأنه لآخر يوم بحياته كان يحسك صغير، ما بده يزعلك، ما بده يخوفك. مرة من المرات انفتحت السيرة بيناتنا وكان حابب يقلك، بس قلي إنه بكير وإلا ما يجي وقت. وانت من أيمتى بتعرف بهي القصة؟ من زمان. قال لي الله يرحمه لما أي حدا من إخواتك بده يعرف شي عن عيلته أو بصير معه شي عطيه الورق، كان بده يكون معنا أمين للآخر. وهي الورق. أنت بتعرف الورق اللي بالظرف تبعك؟ ما في شيء كتير مهم. أنا جابوني من الملجأ، يعني حقيقة كل واحد فينا له قصة، كل واحد فينا له قصة، وكل قصة أقسى من الثانية. بس أنا ما بدي أعرف غير القصة اللي بعرفها، ما بدي. أنا غير أي حدا فيكم نور، أنا مالي أي ذكريات بمكان تاني ولا مع أي حدا تاني، ولا بعرف حدا ولا حدا. أنا ابن هون، ابن هذا المكان، وما بدي يكون غير هيك. شوف، كلنا منقول هيك، بس في لحظة الواحد ما لازم يهرب فيها من حاله. لما بيوقف قدام المراية ما بيصير يدير وشه عن الشي اللي موجود جوا. هدول الأوراق معك، كلياتنا انحطينا بهاي اللحظة وشفنا الورق مرة واحدة. شوفهم وخود وقتك، بس حاول انه ما يكون في مرة تانية. ما تخاف، انا جنبك. مجد الغالي، حبيب أبوك وحبيب أمك، بدياك تعرف إنه نحن حبيناك كتير قد ما حبينا أبوك وأمك الله يرحمهم، ونفذنا كل شي طلبته منا أمك وكأنها لساتها عايشة. رح تعرف من هي الرسالة إنه أبوك وأمك ماتوا بحادث سيارة. كنت أنا ومنى عم نسوق وراهم على الطريق ورايحين على الإسكندرية. في طرف مخدوم رح تشوف فيه صور الحادث، بتمنى انك ما تفتحه، صور بشعة كتير، بس كان لازم احتفظ فيها. وفي تقارير الحادث وتقارير الوفاة كمان. ملاحظة، هاد رقم شخص بتقدر تتصل فيه وتسأله ايمتى ما حبيت، هاد اذا كان ضل عايش لهداك الوقت.
معك.